Mosaïk FM Podcast. صباح الخير، صباح الورد والياسمين. الجولة 23 للربطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب غدوة، باش تلعب على ثلاثة أوقات، خمسة مباريات الأربعة متاع العشية. مستقبل مرسى مع الترجي الجرجيسي والحكم سليم بالأخواس، الأولمبي الباجي النادي الرياضي الصفاقسي الحكم مراد بن حمزة، شبيبة القيروان أمل حممسوس الحكم محمد سعيد الكردي، قواف القفصة الملعب التونسي الحكم مكرم اللقام، والنادي البنزرتي مستقبل جابس والحكم عادل صغير. نواصل مع بقية برنامج مباريات الجولة 23 للربطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز مباريات غدوة الخمسة، النجم الخلادي مع نادي حمام الأنف والحكم الياس السويدان، والنادي الإفريقي مع الاتحاد الرياضي المنصير والحكم ياسين حروش. كلاسيكو الجولة يتلعب كذلك غدوة، يجمع النجم الساحلي بالترجي التونسي في سوسة والحكم فؤاد البحري، والمباراة هذه تنطلق الستة متاع العشية. مادام نحكي على الربطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ماهر عامر الهداف المتألق مع الترجي الرياضي الجريسي عنده ثلاثة عروض، واحد من الترجي، واحد من السيابي، والثالث من شارلوروا البلجيكي، هذا ما أكده رئيس النادي سيد علي الوريم. تعيينات جديدة بالنسبة للجولة 13 من إياب الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تلعب غدوة لحد في سويتن، جندوبة الرياضية باش تستضيف الجمعية الرياضية بجيرما المباراة الأربعة متاع العشية، وفي سيدي بوزيد الملعب الجيبسي يستضيف أولمبيك الكاف، نذكر الملعب الجيبسي معاقب بخوض مباراة خارج ميدانه. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم تأجيل زوز مباريات المتأخرين لحساب الدور 16 لكأس تونس لكرة القدم اللي يجمع النادي الرياضي البنزرتي بالترجي التونسي والنجم الساحلي مع الملعب الجبسي إلى موعد آخر. زوز مباريات كانوا مبرمجين يوم 27 جوان، وبالطبيعة العودة منتظرة للكأس بعد العيد وقت ما ترجع البطولة. ألمانيا ثاني منتخب يترشح إلى الدور النصف النهائي ويخلط على المنتخب البرتغالي. ألمانيا فازت البارح في عرض قوي وساحق على اليونان 4-2، أهداف ألمانيا ملكان فيليب لام، سامي خذيرة، ميروسلاف كلوزي وماركو رويس. بالنسبة للمنتخب اليوناني سجلوا كل من سامراس وديمتريس في الدقيقة 89 من ضربة جزاء. ألمانيا قدمت عرض قوي برشا البارح وكانت النتيجة تنجم تكون أكبر. اليوم موعد كبير كبير برشا، إسبانيا صاحبة اللقب مع المنتخب الفرنسي، لقاء التحدي، لقاء الذكريات ولقاء للفرجة، أكيد المباراة 8 غير 4.